بيتقفل كده بيوقف مصالح كتير للبلد، ان الناس هنا، في ناس هنا فاتحه يعني فاتحه بيوتها من المحلات ومن المتاجر اللي هم شغالين فيها، فدي حاجه طبعا بتوقف مصالحهم وبتوقف كل حياتهم. يا ريت الناس، يا ريت تشوف شغلها، ويا ريت يعني تسيب ده الملك للمالك. يعني الناس حرام عليكم، الناس اللي مش شايفة شغلها ديت، والناس اللي المحلات اللي واقفة دي مش حرام؟ فتح الميدان كويس برضه، بس برضه في بلطجيه وفي ناس برضه بتفتش الناس داخله وطالعه، وما اسمحش يعني شعب مصري من كده. يعني الناس دي كل واحد يشوف اشغالها ويشوف مصالحها، لان الانتاج هو اللي هيخلينا نتقدم قدام. حتى لو هيستمر اعتصام باي شكل من الاشكال، ما فيش داعي ان احنا نعطل المرور، لان العدد مش كافي ان هو يقفل الميدان كله. وانا شايف ان هم نقلوا الاعتصام ناحيه مجمع التحرير. اللي بيحصل ده طبعا ما بيحصلش من الشعب، ده بيحصل من البلطجيه اللي خارجه من السجون واللي هاربه من السجون، اللي هي عايزه تفسد المظهر الحضاري بتاع مصر. وبعدين ميدان التحرير ده كان اكبر ميدان سياحي وكان اجمل ميدان سياحي في مصر كلها، دلوقتي حضرتك بيمالى بزباله طبعا، وزي ما انت شايف الناس مش عارفه تمشي خالص.